الأمور بقت سهلة، يا إما صفرة نتيجة زيادة تكسير الدم بتطلع المادة اللي بتخلي الواحد أصفر، يا إما فشل في الكبد مش عارف يعمل الثلاث خطوات بدرجات مختلفة، مش قادر يلقط، مش قادر يكسر أو يحول، مش قادر يخرج، دي ثلاث درجات مختلفة، يا إما صفرة نتيجة انسداد مراري بعد ما عملت الثلاث خطوات لقطت الصفرة حولتها خرجتها دخلت لقيت السكة مسدودة رحت راجع على الدم تاني. عشان كده ساعات واحد يسأل هل ممكن الصفرة تتعالج جراحيا؟ أقول له طبعا طبعا، ممكن جدا تكون حصوة مرارة ومحتاج جراحة عاجلة. ساعات الجراحة ما نلجأش لها قوي، ساعات بالمنظار، يعني تخش بالمنظار وتلقط الحصوة من فتحة القناة المرارية المشتركة مع البنكرياس وتلقطها وخلاص المشكلة اتحلت، بس عايزة متابعة. هل الموجات الصوتية لها دور عندنا؟ طبعا طبعا لها دور كبير جدا جدا، تقول لك المرارة دي شكلها ايه عاملة ايه. طيب في قنوات مرارية في الكبد، تمام، هنيجي للسونار الموجات الصوتية ونقفل القناة المرارية، نقفلها. تعتقد الضغط في القنوات المرارية دي بالعقل كده مش يعلى؟ بيخرج وانا قافل، بيخرج وانا قافل، فتتملي صفرة فنلاقيها متمددة. يعني بعمل سونار الواحد يقول لي الكبد كويس لكن قنوات المرارية دي متمددة، بدل ما هي ملي 4 ملي وسعت، اقول له يبقى في انسداد، يبقى في انسداد وانت مغمض، الحصوه دي قافله، يلا جراحه عاجله. في حاجه تانية جميله جدا جدا، ساعات الموجات الصوتيه ما تقدرش تجيب اورام البنكرياس بسرعه. ساعات ليه؟ الامعاء قدام البنكرياس، فوانا برسم قدامي امعاء، الامعاء كلها غازات، الغازات تمنع الموجات الصوتيه انها تبان، ما تبانش بالغازات. ممكن نعمل اشعه مقطعيه او رنين على البنكرياس. في حاجة أجدد وجميلة جدا، موجات صوتية على البنكرياس بالمنظار، يعني أخش بالمنظار وأرسم البنكرياس هبقى قريب جدا منه. كل الحاجات دي الهدف منها إيه؟ كلمة عنده صفرة كلمة لوحدها لا قيمة لها، لا قيمة لها. صفرة تكسير دم، صفرة فشل في الكبد مش عارف يشتغل، ولا صفرة انسداد. الوحيد اللي بيلجأ للجراحة هو الانسداد، وقد حاجات كتير ما نقدرش ان يخش الجراحة بسرعة كده. ليه؟ ليه؟ عشان امتص فيتامين كاف، عشان امتص فيتامين كاف من الامعاء عايز صفر. فيتامين كاف من الفيتامينات التي بتذوب، التي تذوب في الدهون، وعشان ادخلها جوه الدم لازم ادخل الدهون معايا، وعشان ادخل دهون في الدم عايز صفر. الصفرة لا تمتص الدهون، متأسف، الدهون لا تمتص الا في وجود صفر، هي دي اللي خلينا نمتص الدهون وفيتامين كاف معاه. طب اللي عنده انسداد ما عنده صفر، يبقى لا يمتص الدهون ولا يمتص فيتامين كاف، وتامين كاف اساسي للتجلط، ممكن ادب المشرط فيه ينزف حتى الوفاة، فلازم نستعد للعملية. اللي عنده صفرة انسدادية، انسداد مراري، استعد له بان انا اديله فيتامين كاف عضل، مش اعتمد على الفيتامين كاف اللي في امعائه لان اللي في امعائه ما استفادش منه. طب انا عايز ادخلها في الدم، مش هتخش، لماذا؟ ما عنديش صفرة. الصفرة اساسية لامتصاص الدهون وامتصاص معاها فيتامين كاف.